بالنسبة للكتب في هذا الأسبوع الأخير كان عليه إقبال. اليوم الاثنين بدأوا الناس توافد باش ياخذوا الكتب، أما الأسبوع الماضي بالنسبة للكتب كانت الحركة شوية ناقصة. بالنسبة للدخول المدرسي والأثمنة ديال الدخول المدرسي، راه الأثمنة بالنسبة للكتب المستعملة راه ثمن زوين. حنا راه كنتعاملوا مع أصحاب الناس اللي على قد الحال اللي ما مساعدهمش. بالنسبه للكتب تبيع لهم كتبه بشويه بثمن ناقص، مثلا في حاله الكتاب ديال الماط كيدير جديد كيدير مثلا 40 درهم، حنا كنبيعوه مستعمل كنبيعوه ب 15 20 درهم. اما بالنسبه مثلا ديال كاين في حاله شكل في حاله كروك فوي ديال الفرونسي، هذا ديال صحاب بريمير، هذا كيدير جديد باكي كيتباع باكي فيها ثلاثة كيتباع ب 350 درهم. حنا كنبيعوهم مستعملين، كنتعاملوا مع الناس اللي على قد الحال كنبيعوهم ب 200 درهم 180 درهم، وكي كيكونوا شويه نقايمه فيهم لا ستيلو لا والو. بالنسبه للتلاميذ اللي كندخل انا كنقول لهم يشدوا في قرايتهم، راه هي اللي غتنفعوا. بالنسبه للقرايه ديال راسهم في القرايه وبريباروا وخدموا على قبل والديهم، كاع لما بغاوش يقراوا راسهم راه يفيدوا والديهم باش من المستقبل يوفروا لهم حياه. واش الناس ملي كتعطيك الاسم ديال الكتاب واش كيراقبوه بانه كاين في المطابع ولا ما كاينش؟ لا يعقل ان اساسيده واخا يكونوا كيسمعوا ولا ما يكونوش كيسمعوا، واش يعقل اساسيده كتعطب عناوين ديال كتب مدرسيه لا بالنسبه للسلك الابتدائي ولا الاعدادي وهما باقيين الاصل ديالهم ما تطبعوش وكيقولوا لهم غدا جيبوهم، كيكتبوا لهم مطابع باقا الاصل ديالها في المطبعه يلاه تحطات الفكره باش تجي تطبعوا وكيقول لهم جيبوهم غدا. هل يعقل واش دري صغير فلاسيون 1 ولا فلاسيون 2 كيخلص 1600 درهم باش يدخل يقرا كتوبه وهو باقي عنده الحق يلعب؟ هل يعقل ان مدرسه كتقول لك انا غنعطيك لا ليست ديال الكتوبه ومني كتمشي كتخلص لا ليست ديال الكتوبه كيعطوك خمسه د كتوبه ديال الفرنسيه وهما ما مكتوبش عليهم الثمن؟ كيفاش هاد لي باغون غادي يعرفوا الثمن الحقيقي ديال هذيك المدرسه اللي كتقول لهم 2000 درهم على قوه الله اكبر؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد الناس خصهم يراجعوا نفوسهم، راه عندهم وليدات ولا كفايه انهم هما عندهم مسؤولين كياخذوا عندهم سبيسيمان كياخذوا عندهم الكتوبه فابور والشعب ما لاقيش الكتوبه وتيقولوا لي غدا جيب كتوبه. لا حول ولا قوه الا بالله. ضروري كاين اقبال اخو فيما مشيتي كاين اقبال. البيع والشراء بالنسبه للعام هذا راه زيد شويه تام فيما مشيتي كاين تامان اخويا، راه حنا كنساعدوا مع اي واحد اللي ما عندوش راه كنساعدوا معاه، اللي عنده كنساعدوا مع الجميع. كلشي كاين مستعملين جداد فاشر تامو بالنسبه للناس راه تامان مناسب، زايدين عنا شويه زدنا عليهم شويه وان شاء الله بالنجاح وبتوفيق ان شاء الله، وحنا راه نتعاونوا معاهم ونساعدوا معاهم فاش ما كان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.